وبأولى محطاتنا نيرمين حنفرض مساحتنا لريادة الأعمال وعالم التنمية. قديه مهم هذا العلم وخاصة ضمن الواقع والظروف يلي عم بنعيشها، وقديه له تأثيرات إن كان إيجابية حتى ولو كان في سلبية، ولكن الإيجابية عم تكون أفضل بكثير. صحيح رشا، مثل ما ذكرتي وخصوصا بوقت الازمات والحروب كثير بنسمع عن موضوع رياده الاعمال، بتكون في بعض المعوقات ولكن له اثار كثير ايجابيه، ودائما بيكون في تشجيع عليه. يعني نحن عم نشوف بالفتره الاخيره عم يكون في تشجيع عليه وحسس الشباب على الدخول بهذا المجال. اكيد نرمين، لنحكي اكثر عن هذا الموضوع، عن اهميته وتاثيره كان على الفرد او المجتمع. ضيفنا لليوم عبادة دعدوش، مدرب الموارد البشريه وحاصل على ماستر في اداره الاعمال ومؤسس مبادره المستقبل. يسعد صباحك استاذ واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكم، يا هلا، صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرنا خلال حديثنا كثير عم نسمع مؤخرا عن مفهوم رياده الاعمال، وفي كثير جهات عم تدعي عليه، خلينا نحكي شو هو ونعرف المشاهدين بشكل مفصل عنه. هلا اول شيء مفهوم رياده الاعمال هو مفهوم واسع جدا وكبير، بس نحن خلينا نعرفه بشكل بسيط ومبسط للمشاهدين. اول شغله، رياده الاعمال تعني خلق وانشاء مشاريع جديده تهدف إلى صناعة ابتكار جديد وتقديم مشاريع سواء خدمية أو سواء ربحية. الربحية تسمى ريادة الأعمال، أما الخدمية تسمى ريادة مجتمعية، هنحكي عنهم بعد شوي. فاليوم إذا هي خلق وابتكار مشاريع جديدة وإدارتها بشكل كامل وحساب الريسك، يعني المخاطر التي تعمل على هذا الشيء. طبعا ريادة الأعمال هي شيء كثير مهم وشيء كثير على مستوى العالم. اليوم ريادة الأعمال تعني أنه أنا لما أشوف مشكلة حاول أطلع من هالمشكلة فرصة، وهذا الشيء بينبع بشكل أساسي لما يكون في أزمات. فرواد الأعمال بالأزمات بيطلعوا أكثر وبيكونوا لهم تأثير أكبر أكثر من باقي الأيام اللي ممكن يكونوا فيها مرتاحين بشكل أكبر، وبيكون يمكن المسؤولية أكبر. طبعاً مسؤولية أكبر، لأنه أنت اليوم عم تحول المشكلة إلى فرصة، وهي هي إشكالية كثير كبيرة. ولكن هذا هو مبدأ أساس ريادة الأعمال اللي هو مبني على المخاطرة العالية جداً. قبل ما نفوت بالتصنيفات والأنواع، خلينا نحكي اليوم تتشابه جزء المصطلحات بين إدارة الأعمال وريادة الأعمال. ريادة الأعمال، خلينا نوضح الفروق بيناتهم. هلا أول شيء في كثير فروقات، حنحكي عن فرق أساسي وجوهري. إدارة الأعمال يوم أنا بستلم خمس وظائف، العمل هو بالأساس هذا العمل قائم بذات نفسه، يعني هو عمل موجود، فأنا علي اشتغل عليه بخمس قواعد، هي قواعد الإدارة من تحليل وتوظيف وإدارة بشكل عام ومتابعة وتقويم. فأنا اليوم عم اشتغل على شيء هو موجود أساسا، تمام. أما الريادة هي ابتكار شيء ليس موجود، ابتكار شيء مشروع جديد وإدارته والعمل على تطويره. طيب الإدارة ما فيها فيها تطوير، ولكن تطوير فينا نقول بسيط، ما بيعطي افكار جديده، مواضيع جاهزه. عمل رياده، رياده الاعمال بيبتكر فكره وبيطور، اذا في فكره قديمه بيعطي فكره بيطورها وبيشتغل على ابداع شيء جديد جواته، وهذا هو ميزه رياده الاعمال عن اداره الاعمال. طبعا اداره الاعمال ما فيها ريسك كثير لانه يعني بتكون شغلات معروفه، عم ريادة الأعمال فيها ريسك عالي، مخاطرة عالية. هي لكن قلنا أول شيء فيها مخاطرة ومسؤولية على صاحبها. أكيد فيها مخاطرة عالية، وكل ما كانت المخاطرة أكبر كل ما كان هذا الشيء أنجح كمان بنفس الوقت، وإلى شغلة أكبر ومثل ما قلتي مسؤولية أكبر. حضرتك كثير كنت عم تركز بموضوع ريادة الأعمال على موضوع الجدة بالفكرة والابتكار والخلق. خلينا نحكي عن أنواع ريادة الأعمال. طبعا اليوم في أربع أنواع أساسية حنسميها أشكال ريادة الأعمال. في عنا نوع يسمى ريادة الأعمال الصغيرة، اللي هي ريادة الأعمال المشاريع الصغيرة، واليوم كثير نسبة كبيرة بكل الدول أغلبية الأعمال هي بتكون شركات صغيرة، بتوصل لنسبة 99%. فأنت اليوم في عندك شركات أعمال صغيرة، هي ريادة الأعمال الصغيرة. عندنا نوع ثاني هو ريادة الأعمال القابلة للتطوير. شو معناتها ريادة الأعمال القابلة للتطوير؟ هي الشركات القابلة للتطوير، معناتها الشركات يلي بتكون هلأ ناشئة ولكن فكرتها فكرة جديدة، عم تبحث على مصادر استثمار، مصادر تمويل لها. اليوم أكبر مثال فيسبوك، تويتر، فهدول شغلات قابلة للتطوير. واليوم التسويق الإلكتروني وعالم الإلكترون كله بندرج تحت صحيح. قائمة ريادة الأعمال القابلة للتطوير، أو شركات ريادة الأعمال القابلة للتطوير. منتقل للنوع الثالث اللي اسمه شركات ريادة الأعمال الكبيرة. هون الشركات هي بالأساس اللي بتكون ريادية، بيكون لها أنواع ضخمة كتير، عم تشتغل على مشاريع كتير قوية. اليوم صارت فيسبوك منها، انستغرام منها، تويتر منها، صارت درجة أنه ريادة أعمال تحولت من
من شركات قابلة للتطوير إلى شركات هي كبيرة وعظيمة. والنوع الرابع هو الريادة المجتمعية. الريادة المجتمعية حنحكي عنه بشكل أكبر، ولكن الريادة المجتمعية هي يوم يكون أنه أنت تخلق فرص جديدة، سواء على الصحة، سواء على الثقافة، سواء على البيئة، ولكن وهي النقطة جدا مهمة، عم نخلق خدمات جديدة ولكن ما ضروري تكون ربحية. وهذا الفرق بين ريادة الأعمال بين الريادة المجتمعية، أنه نفيد المجتمع ما ضروري يكون ربحية، ممكن تكون غير ربحية، أو ممكن يكون في دمج بين الربحي وغير الربحي. طيب خلينا نروح لرائد الأعمال، هو بالبداية والنهاية خلينا نقول قائد. نعم. مفروض يتمتع بمواصفات أو بصفات تأهله أنه يكون القائد ويقدر ينجح بالمشروع وما نروح فورا للمخاطرة والمسؤولية تكون أكبر. خلينا نحكي عن صفات أي شخص اليوم حابب يكون رائد أعمال. أول ميزة بميزات رائد الأعمال يجب أن تكون له شخصية متميزة، وأهم صفة أساسية موجودة برائد الأعمال هي كيف هو بيتصرف. يعني شو معناته؟ معناته هي شخصيته وعقليته. وفي إحصائية لجامعة ستانفورد، آخر إحصائية بتقول بأنه 75% من الشركات الناجحة تكون شركات ناجحة بسبب عقلية إدارتها. فاليوم أول ميزة برائد الأعمال وبالشخص الرائد الأعمال أنه لازم يكون في عنده عقلية مختلفة، هي مميزة عن الآخرين. هي العقلية لما تكون مبتكرة فحيطلع أشياء جديدة. ثاني صفة هي الاستمرار. شو معناته الاستمرار؟ عنده حافز كبير ليكمل. اليوم شركة ممكن أنت عم تطرح فكرة جديدة، فأكيد سوف تواجه محاربة شديدة جدا، سوف تواجه بتحديات وسوف تواجه بمطبات كبيرة. بس اليوم هذا الطموح وهذا الإصرار للإنسان والسعي الدائم، هي صفة لازم تكون موجودة عنده حتى يقدر يواجه التحديات ويواجه العقبات. لأنه اليوم أكيد أي فكرة جديدة ما حتلاقي بالأول رواج أو قبول، وهذا الشيء متعارف عليه. النقطة الثالثة اللي هي الدافعية. شو هو السبب أنه أنا بدي أشتغل؟ لازم يكون عنده رؤية، فيجن، لازم يكون في عنده رؤية، عرفان هو لوين رايح، مستقبلية تماماً، رؤية أنا عرفان وين بدي روح. فهون هذا ميزة رائد الأعمال عن الشخص اللي بيكون أساساً موظف أو عفواً مدير، هو بالأساس مجهز الأمور بالنسبة له، عم يشوف الأمور مثل ما عم تصير روتينية. طيب النقطة الرابعة والشغلة هي جداً 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 مهمة، نعم، اللي هو الفكرة. اليوم بعض الأشخاص بتفكر أنه الأفكار لحالها تصنع شيء، وأنا بقول لكم وكل عمال وكل رجال ريادة الأعمال وكل الرياديين في العالم رواد الأعمال بيقولوا لك إنه الفكرة لوحدها لا تصنع شيء. بنلاقي كثير شبابنا اليوم عندهم أفكار جميلة، على فكرة أنا قاعد مع كثير شباب وقاعد مع كثير أشخاص كلهم عندهم أفكار مشاريع كبيرة، ولكن الفكرة لوحدها لا تكفي. أكيد لازم أن نحول الفكرة إلى مسار، والمسار إلى مشروع، ومشروع مستمر ومستدام. هون تتحول من مجرد فكرة إلى مشروع ريادي. طيب أنا كيف لازم أحول هذا الشيء؟ أنا لازم يكون عندي رؤية، لازم يكون عندي تخطيط، لازم يكون عندي دراسة لإدارة المخاطر، عرفان شو عندي وشو لي وشو علي. يعني شو معناته؟ أنا اليوم بدي مثلا قررت أفتح شركة، هي أول شركة خاصة بتأمين مثلا أو بعمل السيارات. اليوم نعرف تطبيقات صارت جديدة، أنه اليوم من خلال التطبيق فيك تطلب تاكسي. صحيح. تمام، هي شركة رائدة، فكرة جديدة قدمتها للمجتمع وهذا مثال عملي. طبعا حتنجح كتير، وفي عنا اليوم توصيل الطلبات عن طريق الابليكيشن، فهذا الشيء مهم جدا. فأنا اليوم لما أشوف هذا الشيء، هذا عمل ريادي، وهذا عمل جدا ريادي جبار، ما كان حدا بيفكر فيه. أول فترة كتير تواجهوا صعوبات ومشاكل، وكان في لهم تواجه كتير، كان في لهم تحديات كتير كبيرة وعقبات كتير كبيرة، خصوصي إنه المجتمع فكرة جديدة بالنسبة له. أول شيء كان في تحديات إنه مستحيل ينجحوا، خاصة بظروف الواقع اللي كنا عم نمرق فيها. يعني تماماً بظروف كان بدنا وقت للانتشار أكثر يعني، بس لا اليوم صار يعني أول شيء بنعمله إنه نحن بنطلب. تماماً صار إنه أنت بتطلبيه عن طريق حتى أمان أكثر، بتحس حالك مرتاح أكثر لما تعمل هذا الشيء. فأنا لما هي الفكرة الريادية، هي الفكرة كان بدها دراسة رأس مال. إذا في عندهم أول شيء فكرة، ثاني شيء في عندهم دراسة رأس مال، في عندهم ريسك إنه بيعرفوا إنه هن عم يواجهوا ممكن الفكرة تفشل. اليوم بمجتمع ما كتير عنده ثقافة إنه يطلبوا عن طريق النت، وببلد مر بظروف صعبة خلينا نقول، فاليوم ما عندهم هالثقافة. فالرائد الأعمال اللي كان عم يشتغل على الخطة فهو أكيد في عنده ريسك كتير عالي إنه يفشل مشروعه. طيب هذا الرأس مال اللي دافعه وين دافعه؟ شلون عم يشتغل عليه؟ فاليوم أنا بدي أشوف رأس المال تبعي، أعرف الريسك اللي عندي، أعرف كيف بدي واجهها وكيف بدي أشتغل عليها، وحول هذا الشيء لمسار دائما مستدام. وهي هي النقطة تبع ريادة الأعمال. فأنا لا أكتفي بالأفكار، انه احول الفكره الى مسار، والمسار الى مشروع تجاري او مشروع مجتمعي مثل ما حنحكي. وننتقل للنقطه الرابعه اللي هي انه يكون عمل تجاري او
أو ثقافي أو ريادي مجتمعي مستدام، أي مستمر، مستمر طويل الأمد. نعم، مثل ما عم نسمع عن ريادة الأعمال كثير بالفترة الأخيرة، أيضا عم نسمع عن موضوع الريادة المجتمعية. نعم. خلينا أيضا نعرف المشاهدين بهذا المصطلح. حكينا قبل شوي أنه هي رابع نوع من أنواع ريادة الأعمال. أنا برأيي بأنه الريادة المجتمعية هو الأساس المؤسس وأهم ريادة يجب أن يهتم فيها كل إنسان، لأنه هي أساس مؤسس للريادة، ريادة الأعمال. ليش؟ اليوم الريادة المجتمعية في لها نوعين، في عندك النوع غير الربحي وعندك النوع الذي يدمج بين الربحي وبين غير الربحي. طيب اليوم شو معناته الريادة المجتمعية؟ الريادة المجتمعية يوم أنت عم تقدم خدمات وتقدم مشاريع ولكن دون مقصد الربح، قصدك يا أما تطور من ثقافة المجتمع، يا أما الصحة، يا أما البيئة، يا أما الفكر، يا أما الوعي، وهذا الشيء جدا مهم وجدا قوي. على أساس هذا الشيء نحن أسسنا مجموعة ريادة المستقبل، اللي هي مجموعة هدفها الأساسي هي مجموعة تطوعية ثقافية، هدفها أنه توحي وتبني عقلية رائد الأعمال، تأهيل ورائد المجتمع، تعم تأهيل وتطوير وتدريب الشباب على هذا الشيء من خلال ثلاث أسئلة: من أنا؟ أين أنا؟ إلى أين أنا ذاهب؟ اليوم كل واحد منا عم يسأل حاله: وين أنا؟ مين أنا؟ وين أنا بدي روح؟ اليوم نحن عايشين بضبابية، هذا الشيء على مستوى العالم مو بس هون. فاليوم لازم الشاب، كل شاب يعرف كيف، لازم يعرف هو مين، يعرف قدراته، يعرف مواهبه، يحدد هو وين، شو عنده فرص، شو عنده إمكانيات، شو في تحديات بوشه. انتقل للثالثة، الثالثة لوين هو رايح. وتذكروا أن العالم يفسح المجال للشخص أو للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. فاليوم هذا الشيء جدا مهم. فالريادة المجتمعية هي أنه نقدم كثير كرمال المجتمع وكرمال الوطن وكرمال هذا الشيء، ممكن بشيء غير ربحي أو ممكن الدمج بين الربحي وغير الربحي. طبعا في نقطة مهمة جدا، بأنه وللأسف تحديات الريادة المجتمعية أكبر بكثير من التحديات تبع الريادة، ريادة الأعمال. السبب اليوم الريادة الاجتماعية لما أنت بدك تقدم، في عنا قلة ثقافة أو ضعف ثقافة، تمام، ضعف ثقافة الريادة المجتمعية. حيقولوا لك ليش احنا بدنا نستثمر، المستثمرين بيقولوا لك ليش انا بدي استثمر مشروع هو ما بيجيب لي عائد مادي او عائد كثير مادي. فهون حيواجه مشكلة، حيقولوا لك انا ما عندي مصاري، انا ليش بدي ساعد العالم، فهون عنا انا بدي مصاري اكثر. فنحن هي اكبر تحدي ان نواجه الريادة المجتمعية، انه اليوم ضعف الثقافة في هذا الامر، وضعف الثقافة قديش في له مردود على الفرد وعلى المجتمع. اليوم هي مهمتكم. نعم، اليوم هي مهمتكم. أيوة، نشر الوعي وتأهيل الشباب الوعي. وخاصة ضمن الظروف اللي عملنا، عشان احنا اليوم بحاجة لهي القصة كتير يعني. كرمال الوقت، كرمال نستغل وجودك أكثر بنصائح أخيرة لكل حدا اليوم عم يشوفنا، شو أهم النصائح اللي خلينا نقول كل حدا ممكن يفكر يعمل شيء أنه يمشي عليها؟ هلأ أول خطوة أنا بدي حدد صفاتي. هل أنا قادر أن أكون رائد أعمال؟ هل أنا مبسوط من حياتي، سواء كوظيفة، كعمل؟ هل أنا من الأشخاص اللي عن جد ناوي ابني ثروة؟ شو هي هدفي بالحياة؟ فأول خطوة هو أعرف قدراتي، اكتشف مواهبي، اكتشف مين أنا، حدد وجهتي لوين أنا بدي روح، وأعرف شو بدي أعمل تماما. هون الشاب حيصير عنده قدرة أنه يصير أول خطوة من ريادة الأعمال. تمام؟ أول ما يبلش أول خطوة، حيبلش ثاني خطوة اللي هي فكرة. أعطيني فكرة، هالفكرة بدك تحولها من فكرة عادية بمجالك، سواء أنت اليوم مذيع، سواء أنت اليوم طبيب، سواء مهندس، فكرة تكون جديدة، حاول حولها من فكرة إلى عمل أو إلى مسار وإلى مشروع تجاري. إذا كان مشروع تجاري ربحي بنسميه ريادة أعمال، أو سواء من إفادة المجتمع هذا اسمه الريادة المجتمعية. طبعا هذه النصائح اليوم في كثير منها، وإن شاء الله عز وجل بنحكي فيهم أكثر. قد إيه الخطوة الأولى بيقولوا هي أصعب شيء؟ هل كمان بريادة الأعمال كمان هي الخطوة الأولى عم تكون الأصعب؟ طبعا الأصعب شيء. السبب بسيط جدا، بأنه أنت اليوم نحن وللأسف ما عندنا مصالحة مع ذاتنا، وما بنعرف شو قدراتنا، ولا بنعرف لا مين نحن ولا وين نحن ولا لوين نحن رايحين. فنحن ماشيين على طريق مثل ما كل العالم عم تمشي، تمام. فاليوم صعب انه نحن نقرر هذا القرار، هذا القرار صعب مو سهل، انه الواحد يحدد عن جد مين هو، يحدد عن جد شو بده، عن جد يشتغل عليه. طبعا والنقطه الاهم من ذلك، اللي هي نقطه جدا مهمه، انه اليوم ما في اصرار وما في اراده. يعني ممكن لاقي كثير عالم بيحكوا، مو من الشباب بس، نحكي ارض الواقع، كل شيء، كل العالم اليوم بتحكي. انا كثير بسمع عن افكار بس ما بلاقي تنفيذ. فاليوم انا ما في معوقات بالنهايه، يعني كل حدا فينا بيحلم وبيتمنى ينفذ، ولكن يعني هاي الفكره اذا ما كان في مقومات كثير ايجابيه وتساعدك لتخطي اول خطوه، فهي حتبقى على الورق او بالذهن. يعني تماما، رياده الاعمال هي اساسا مبنيه على المخاطره اول شغله، وهي اساسا تعتمد على المشاكل. كل ما تلاقي مشكله
من المشكلة تنبع الفرصة، وهي هي أساس ريادة الأعمال. أضرب لكم مثال سريع. اليوم مثلا أنا في عندي كل واحد عنده كولر بالبيت تبع المي، صح ولا لا؟ طيب لهذا الكولر اللي موجود برادة المي اللي بيحب يواحد فيها المي بنسبة 75% من البيوت موجودة فيها، صحيح أو ممكن أقل بس مهم أنه موجودة. طيب اليوم في عندك هذا وزن هذا الجيلون 16 كيلو، فنحن أيام نواجه مشكلة في أنه كيف نحطه. فاليوم هي مشكلة، فأجى شاب من الشباب قال أنا بدي اخترع جهاز، حط جهاز وهو بسيط جدا، معداته جدا بسيطة، يعني هو مهندس، هو دارس هندسة ميكانيك، اخترع جهاز بسيط جدا بيقدر يسحب المي من الجالون يحطه جوات هذا البراد. فهي من خلال المشكلة تنبع الفرصة. على فكرة لا أنا عن جام حاكيكم هذا الموضوع اليوم وصل لدرجة بأنه باع مبيع، وهي أكثر شركة اليوم رائجة بالمجتمع سواء بالسعودية أو بقطر. فاليوم المشكلة عم نواجهها. طيب سؤال، تطبيق اللي حكينا عنه تبع التوصيل شلون اليوم نجح؟ شاف أنه في مشكلة، أنه اليوم ما في تحديد أسعار بشكل كتير كبير لهذا الموضوع، وكمان بنفس الوقت الهي تمام. للأسف يعني وقتنا خلص معك، الموضوع بيحتاج يمكن نحكي فيه أكثر من مرة وخلال حلقات قادمة إن شاء الله. بنشكر وجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتنا. أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم ألف عافية وصباح الخير.